بصير فكر بهيدا الشيء. أنا هون أكيد استشرت كذا محامي وقعدت مع كذا قاضي تقدر أخذ منه الفكرة شو لازم ينعمل. قالوا لي أول شيء بدك تجيب وراق إنه الأمي مولدة بهيدا المستشفى. جبنا كل الوراق يلي انطلب ويلي بيثبت انه امها مولده هونيك. المحامي استقبلنا بمكتب المستشفى قال لها هيدي حاله ما في منها بعد 40 سنه تكتشفي انه يلي ربوك منه امك وبيك ومنها هينه ابدا، ونحن شو فينا نعمل كمستشفى وشو فينا نساعدك وشو فينا، نحن مستعدين عم نحكي كطبيا. محامي هون كان عنده رأي مغير كليا، كان عم يحكيني، كنت أنا عم وجه له سؤالات عم قل له يا حضرة المحامي نحن في عنا حق عندكم. هو قال لي شو طلباتك؟ قلت له نحن بدنا نعرف مين أمه ومين بيها. بيقوم هون بيقول لي جاي بعد 40 سنة بدك تعرف مين أمه ومين بيها، خلص ما يلي ربوها هودي أهلها. قلت له مزبوط، يلي ربوها هودي أهلها، وهي حابة تعرف مين أمها ومين بيها، أنتوا عن قصد أو عن غير قصد صاير غلط عندكم بالمستشفى ومبدلينا، نحن بهمنا بدنا نعرف. هون المحامي للأسف كان عم يحكيني بطريقة، قال للمدام يلي حده طلعي لفوق على الأوضة جيبي له صبي أو بنت ونزلي له هن. نحن وفالين بيقوم بيقول لي خليني أنا راجع الإدارة وبيرجع بحكيك. بيرجع بيتصل في رئيس المستشفى وكمان بجتمع أنا وياه، بيقوم بيعطيني أوفر كتير حلو، بيعرضوا علي بيقول لي بتجيب لي ورقك ورق عائلتك وأنا مستعد حكمكم كل الحياة. قلت له مشكور على الأوفر يلي عندك الحلو، أنا عامل أسيرانس وعامل ضمان كلك، فكرت بدك تقلي بدك تشوف كيف بدك تعمل تترجع تجمع عائلتين اختربوا. فبقى ما عدنا توصلنا معهم. وبالنسبة كمان في مرة أما حكيت مع المحامي كانت عم تقله، هون كنا بعد ما رحنا تشكينا، كانت عم بتقله يا ماتر نحن بدنا نشوف شو بدنا نعمل، بليز شوفوا كيف بدكم تساعدونا، بدنا نشوف نعرف مين الأم ومين البي. لا مش معقول بنتي تضل عايشة هيك. بيقوم بقلها بكرة بس بنتك تقبض مصاري بتصح، وسكر الخط بوجه. ونحن ولا مرة ولا حديث ولا مقابلة ولا شيء عملناه، ونحن جبنا لهم سيط المصاري قبل ما نحكي بشيء. ما تعاونوا معنا لا إخلاقيا ولا إنسانيا ولا دينيا، مع أنه أنا كمان من ذات الطائفة، ما تعاونوا معنا أبدا، ما سمعوا لنا.